خيري. مساء الخير عليك ومساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان، واجواء وكواليس نادي الاهلي قبل هذا اللقاء الهام من دوري نايل في الاسبوع ال 32 امام نادي البنك الاهلي، وخصوصا زي ما كنتوا بتتكلموا كده خيري بالظبط مباراه الدور الاولاني يمكن انتهت 4-3، يمكن ده اعلى سكور دخل في النادي الاهلي هذا الموسم، وممكن يكون هذا الموسم ممكن يكون اعلى سكور او اهدافه احرزت في النادي الاهلي مع مارسيل كولر في موسمين، غير مباراه سان داونز اللي انتهى بخمسيه. يمكن الفريق اللي قدر يسجل في النادي الاهلي اكثر من هدفين وثلاثه كان نادي البنك الاهلي في مباراه الدور الاول اللي خلصت 4-3. يمكن النهارده النادي الاهلي زي ما كنتوا بتتكلموا الغيابات محمد عبد المنعم وبرستاوي يمكن دي ابرز الغيابات، طاهر هيرجع كمان اسبوع او 10 ايام يشارك في التدريبات الجماعيه، طبعا كانت اصابته في اصابه في الكاء التواء في الكاحل في تسخين مباراه بيراميدز عمرو السوليه لسه برده يعني قدامه حوالي اسبوع ويرجع للتدريبات الجماعيه النادي الاهلي. عبد المنعم مريح النهارده لان عبد المنعم لو هتبص على عدد مبارياته من بدايه الموسم سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر، عبد المنعم اكتر لاعب في مصر السنه دي شارك في المباريات حوالي اكتر من 50 مباراه على المستوى المحلي والمستوى الدولي والمستوى الافريقي. محمد عبد المنعم فالراجل بيحاول يريحه في ماتشات فاتت وبعد كده رجع في ماتشين بيراميدز، النهارده بيديله الراحه عشان الاجهاد. ممكن دخول النهارده في واحد من اللعيبه المميزين جدا احمد عابدين لاعب فريق الشباب ولاعب منتخبنا قومي للشباب مع كابتن وائل رياض شيس، لعيب مميز جدا ومدافع واعد جدا ان شاء الله ربنا يكرمه ونشوف مدافع قادم لمنتخب مصر. التغييرات تغييرتين على تشكيله النادي الاهلي النهارده، بيتواجد قفش على دكه البدله بعد ما كان مشارك في المباراه السابقه على مشارك اساسي، وبيشارك النهارده حسين الشحات برده بعد ما كان الماتش اللي فات كان على دكه الاحتياطي، النهارده موجود اساسي هو ورضا سليم وقدامهم وسام ابو علي. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من داخل استاد القاهره الدولي، وكلمة تعود إليك زميل عزيز أحمد خيري تفضل. بشكرك يا ابراهيم، وبضيف عليك كمان تعديل ثالث في تشكيل الاهلي بوجود ياسر ابراهيم على حساب محمد عبد المنعم. على الجانب الاخر الزميل العزيز احمد المسيري واخبار واستعدادات البنك الاهلي، مساء الخير عليك يا مسيري تفضل. مرحب بيك زميل عزيز احمد خيري وبرحب بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس. وكواليس نادي البنك الاهلي قبل مباراته الهامه مع النادي الاهلي ضمن مباراه الجوله الثانيه والثلاثين من دوري نايل. خليني اقول لك يا احمد ان فريق البنك الاهلي يخوض هذه المباراه في ظل حاله من الاستقرار الفني بعد قيام مجلس اداره النادي بتجديد التعاقد مع الكابتن طارق مصطفى المدير الفني لمده موسمين قادمين، وايضا تجديد التعاقد مع الدولي البوركيني سعيد وصنبورين لمدة عامين أيضا. يمكن بعد مباراة الاتحاد السكندري والذي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين حصل اللاعبين على راحة لمدة يومين، ويمكن الفريق خاض مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثالث وفاز الحقيقة بنتيجة كبيرة، ويمكن الكابتن طارق مصطفى قام بتجربة عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة. يمكن منذ لحظات قليلة كان اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي كان حريص على التواجد داخل غرفة خلع ملابس البنك الأهلي والتقى باللاعبين بعد تأكد بقاء الفريق رسميا ووصوله للنقطة 34 بعد تعادل المقاولون أمام سيراميكا كليوباترا، وأكد للاعبين أن هدف النادي ما كانش هو البقاء في الدوري الممتاز، هدف النادي هو كان المنافسة أو التواجد على الأقل في المربع الذهبي، خاصة وأن الفريق يضم بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين الدوليين ومن أبرز اللاعبين أيضا في الدوري المصري. أحمد بقول لك كمان يمكن الكابتن طارق مصطفى فضل عدم الإعلان عن قائمة الراحلين في هذا التوقيت، يمكن طلب من مجلس الإدارة الاجتماع غدا أو بعد غدا على أقصى تقدير للإعلان عن قائمة الراحلين عن فريق البنك الأهلي خلال الموسم القادم، وذلك لضمان التركيز التام في هذه المباراة. يمكن غيابات مؤثرة في فريق البنك الأهلي في هذه المباراة أبرز تلك الغيابات محمد فتحي لحصوله على الإنذار الثالث وأيمن أشرف للإصابة، كما سيقود الكابتن طارق مصطفى فريق البنك الأهلي من المدرجات في لقاء اليوم نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد الماضية. أخيرا يدير هذا اللقاء تحكيميا الدولي أمين عمر، وهي المباراة رقم 12 التي يقودها تحكيميا في الدوري الممتاز، الثانية للأهلي والثالثة للبنك الأهلي. يمكن دي كانت أبرز أخبار وكواليس نادي البنك الأهلي قبل لقائه الهام والمرتقب مع النادي الأهلي ضمن الجولة الثانية والثلاثين من دوري النايل. والآن تعود الكلمة للسيد التحليلي والزميل العزيز أحمد خيري.